اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 12 نوفمبر 1987 تاريخ اعتماد النشيد الوطني التونسي حماة الحماة عوضا عن النشيد ألا خلدي. حماة الحماة هو النشيد الوطني التونسي، كتب أغلب كلماته مصطفى صادق الرافعي وزادوها بيتين من الشعر للشاعر أبي القاسم الشابي ولحنه أحمد خير الدين، بعد ما كان نشيد رسمي فكرت الحكومة التونسية في تكليف محمد عبد الوهاب بإعادة توزيعه، لكن الفكرة ما تحققتش. كان الوطنيون التوانسة يردوا النشيد خلال مرحلة النضال الوطني، واستمر إنشاده حتى بعد اعتماد نشيد ألا خلدي في بعض الأوساط الطلابية واجتماعات الحزب الدستوري، وتم اعتماده رسميا كنشيد وطني نهار 12 نوفمبر 1987 عوضا عن ألا خلدي. كلمات النشيد الوطني من قصيدة كتبها في الثلاثينات من القرن الماضي الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي، على الرغم من أن البعض يقول أن اللحن تأليف محمد عبد الوهاب، يعتبر الموسيقي التونسي صالح المهدي أن اللحن من تأليف الشاعر أحمد خير الدين، في حين الموسيقى الأصلية للقصيدة من تأليف زكريا أحمد. وحسب صالح المهدي تم إلحاق أبيات أبي القاسم الشابي بكلمة الأغاني في جوان 1955 من طرف القومي المنجي سليم، وتعرفت بترنيمة الثورة، وكانت تغنى خلال اجتماعات الحزب الحاكم، الحزب الحر الدستوري الجديد اللي تغير اسمه فيما بعد وصار الحزب الاشتراكي الدستوري. وتم استخدام حماة الحماة مؤقتا كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في جويلية 1957 وتبني ألا خلدي النشيد الوطني الرسمي في 20 مارس 1958. والنشيد الوطني الرسمي ألا خلدي جاء بعد محل سلام الباي اللي باش نذكره عباراته بعد حين. تم استبدال حماة الحماة لاحقا بألا خلدي، لكن مرة أخرى ترجع حماة الحماة بعد الانقلاب اللي أوصل الرئيس زين العابدين بن علي للسلطة في 7 نوفمبر 1987. ألا خلدي هو نشيد الوطني لتونس ما بين 1958 و1987، وتم العمل به بعد الإطاحة بالملكية وتم تعويضه لسلام الباي. وزارة التربية والتعليم في 1958 عملت مسابقة لاختيار النشيد الوطني، شارك فيها 53 شاعر و23 موسيقي، وتم فرز المشاركات من قبل لجنة من الوزارة اللي اختارت عمل الشاعر جلال الدين النقاش والملحن صالح المهدي اللي كان يشغل منصب مدير المعهد الموسيقي بتونس، وتقدمت الأعمال من غير ما قالوا على النشيد المختار، تقدمت الأعمال للرئيس الحبيب بورقيبة اللي وافق على الاختيار، وصار النشيد رسميا في 20 مارس 1958. النشيد يشير بصراحة لشخص الرئيس الحبيب بورقيبة، نخوض اللهيب بروحي الحبيب زعيم الوطن. أذك علاش بعد الإطاحة بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 تم تعويض ألا خلدي بحماة الحماة في 12 نوفمبر. نرجع توا لسلام البي. سلام البي هو النشيد الوطني لتونس ما بين 1846 و1957، تم العمل به حتى الإطاحة بالملكية وتعوض بألا خلدي، وتمت إضافة كلمات عربية قائلها مجهول للنشيد وكلمات فرنساوية متناسقة مع اللحن اللي ينسب للإيطالي جوزيه فاردي حسب المؤرخ عثمان الكعاك، لكن الموسيقار صالح المهدي ينفي صحة الادعاء ويرى أن نغمة النشيد من مقام راس الذيل تونسية بحتة ما يمكنش الغير تونسي باش يلحنها. نرجع توا لسلام البي، اش يقول؟ بدوام هذا النصر وعز هذا العصر يعيش، يقولوا اسم الملك على سبيل الذكر، يعيش أحمد باي طول السنين والدهر، اديه يا رب كمال مع جلال وإقبال، وأدم هذا المشير مظهرا لكل فخر. هذا سلام البي كانوا يحيوا به البيات، ومن بعد جاء حماة الحماة.
معروفة كلمات النشيد الوطني: ألا خلدي، ألا خلدي يا دمان الغوالي، جهاد الوطن لتحرير خضرائنا، لا نبالي بأقصى المحن، إلى آخره، حتى يقولوا نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن. أما النشيد الوطني التونسي الحالي حماة الحماة، معروف حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن. النشيد هذا فيه أبيات لأبي القاسم الشابي، وهما الأبيات الزوز قبل القفل الأخراني: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ولكن ثم اختصار للنشيد الوطني التونسي حماة الحماة اللي يتمثل في 10 أبيات: حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن، لتدوي السماوات برعدها، لترمي الصواعق نيرانها، إلى عز تونس إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها، فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كما اليوم.